اهلا بحضرتك، اهلا بيك يا دكتور. دكتور محمد، قول لنا امتى هيتم اعلان الخطه، وهل في تم افراج عن يعني عايزه اقول حاجات خاصه بيكوا انتوا كوزاره زراعه قريبا يوم الاربعاء ويوم الخميس اللي فات؟ يا الاول اسمح لي اشكر حضرتك يا فندم، والحقيقه احنا خلال الفتره الاخيره احنا كنا مكثفين الجهود، وكان دايما عندنا تنسيق وتعاون مع مختلف الجهات، ومن ضمنها كان اتحاد المنتجين والبنك المركزي وكل الجهات المعنيه الحقيقه، علشان نقدر نفرج عن احتياجات المزارع. وبالفعل احنا من يوم 16/10 اللي هو ساعه كنا قعدنا مع دوله رئيس مجلس الوزراء، وتم ترتيب اجتماعات اسبوعيه. احنا افرجنا عن 1,255,000 طن لحد يوم 15 ديسمبر. تمام. وطبعا احنا مستمرين في متابعه عمليات الافراج، بحيث ان احنا نقدر نلبي الاحتياج الاسبوعي والاحتياج الشهري لمزارع الدواجن وايضا لمصانع الاعلاف. وكمان الاهم من ده ان احنا بدانا نطبق عمليه الرقابه على السوق، علشان نضمن ان الكميات اللي بيتم الافراج عنها، خصوصا انها بتكلف الدوله الحقيقه ارقام كبيره. يعني احنا فيما الرقابه شكلها ايه يا فندم؟ يعني ازاي بتطبقوا الرقابه؟ بيبقى في رقابه ومتابعه لعمليات الشحنات اللي بيتم الافراج عنها لضمان وصولها الى المصانع الاعلاف، وايضا الى الاعلاف الى المنتجين، وبالتالي يبقى في متابعه لعمليه الافراج بما يضمن وصول الاعلاف باسعار مقبوله للمزارع، مزارع الدواجن او منتج الدواجن. وكمان ده ان الدوله زي ما بقول لحضرتك بتنفق مئات الملايين نعم صحيح الدولارات لتوفير هذه الشحنات. احنا صحيح. احنا في الشحنات الاخيره دي في الشهرين من 16 اكتوبر لحد 15 ديسمبر احنا بنتكلم في 632 مليون جنيه الدوله خصصتهم لدخول كميات من الاعلاف، وبالتالي مش هيكون مقبول ابدا ان حد يفكر يتلاعب بالصناعه. وكانت كلام دوله رئيس مجلس الوزراء في هذا الاطار كان واضح جدا ان صناعه الدواجن صناعه مهمه، واحنا مستمرين في دعمها، ولن نسمح باي حد ان هو يتلاعب فيها باي شكل. ايوه. فبالتالي الخطه ايه بقى اللي هيتم الافراج عن اللي موجود في المواني دلوقتي؟ فاضل كميات كبيره في المواني يا دكتور محمد. هو طبعا الحقيقه احنا عندنا يعني اولوياتنا بالنسبه لعمليه الافراج بالنسبه لوزاره الزراعه وبالنسبه للمنتجين، طبعا الذره والصويا بيكونوا من الحاجات اللي بتحظى باهميه كبيره. وفي هذا الاطار احنا بنعمل تقريبا افراجات اسبوعيه بكميات معينه بتوصل في اكماليها ان احنا بنلبي احتياجات المزارع اللي بتتطلب وجود حوالي 450,000 طن من الصويا من الذره، وحوالي 200,000 طن من بذر الصويا. فده بنقدر نوفيه من خلال عمليات الافراج ده شهريا، وده بنحاول ان احنا نوفره من خلال عمليات الافراج المتتاليه اللي بتحصل، وده بيساعد. ولكن كمان احنا بدانا في خطه المتابعه على الميدان زي ما قلت لحضرتك للجان مشكله ما بين وزاره الزراعه ووزاره التموين والتجاره الداخليه وكافه الجهات المعنيه، علشان نضمن عمليه الحوكمه على ما يتم تداوله في السوق. وكمان احنا بنقوم بفتح المنافذ للمواطنين علشان نربط ما بين المنتج والمستهلك، وكمان نسوق المنتجات او يعني نساعد المنتجين ونساعد المزارع التابعه للوزاره انها تقدر تبيع منتجاتها بشكل مباشر للجمهور، وده بيكون باسعار مخفضه، وبالتالي نضمن ربحيه جيده للمنتج، وفي نفس الوقت نضمن سعر عادل للمستهلك، ويكون في حلقه وصل موجوده من غير ما يكون في حلقات متعدده من التماثل او ما الى ذلك ممكن ياثروا على كلا الجانب. طيب خطه الافراج عن الاعلاف، هل معمول بها جدول شهري، معمول بها جدول اسبوعي؟ شكل الخطه ممكن يكون ازاي؟ احنا الحقيقه بيكون عندنا اجتماعات اسبوعيه بيتم فيها كل اسبوع بيتم التباحث حول الكميات المطلوبه، وبيكون حاضر في لجنه مشكله ما بين او هي لجنه شكلها معالي وزير الزراعه برئاسه نائب الوزير وعضويه كل الجهات المعنيه بما فيها اعضاء مجلسي او مجلس النواب من الممثلين من لجنه الزراعه والري، وبيقوموا بدراسه الاحتياجات وفقا لما يتم طرحه من الساده المنتجين وكيفيه تلبيه هذه الاحتياجات وتوفيرها من خلال الافراجات وتوفير الاعتمادات الدولاريه اللازمه لذلك، وبيتم تدبير هذا الامر واعداد في نهايه الاسبوع تقرير عما تم من افراجات بناء على هذه الاحتياجات اللي تم رصدها والعمله الدولاريه اللي تم توفيرها لتنفيذ هذا الامر. الاولويه في الافراج هتكون عن الاعلاف، ولا في سلع اخرى هتاخد نفس الاهتمام كاولويه للافراج؟
يعني الحقيقه لو بنتكلم على وزاره الزراعه فطبعا احنا الاعلاف او مدخلات الاعلاف اللي هي الذره والصويا بتعتبر هي على راس هذه الاولويات. اما بالنسبه لقائمه اولويات الدوله فاكيد في تعدد وكل الاطراف الحقيقه بتعرض اولوياتها وان شاء الله يكون في وفره، وخصوصا ان احنا الحمد لله في الفتره الاخيره يعني كنا بنشتغل على تلبيه احتياج المواطن المصري من خلال تعظيم الانتاج المحلي، وده شفنا له نتائج مبشره ونتائج ايجابيه تساعد في خدمه المواطن المصري وتلبيه احتياجاته. فاحنا مستمرين في عمليه الاخراج لكل السلع الاساسيه والاستراتيجيه اللي بيحتاجها المواطنين، وايضا الذره والصويا اللي بيعتبر واحد من هذه او من اهم السلع المطلوبه لان هي بتمثل غذاء لمصادر البروتين من اصل حيواني اللي هي الدواجن والالبان وبيض المائده واللحوم الحمراء. فدي هي اولوياتنا بالنسبه لوزاره الزراعه، وان شاء الله نقدر ان احنا نغطي الاحتياج من الانتاج المحلي ومن التوسع في هذه المشروعات مستقبلا بنظام الزراعه التعاقديه اللي يقدر يساعد في تلبيه احتياج الانتاج الداجني والانتاج الحيواني من الاعلاف والخضار. ايه موضوع مهرجان الجبنه اللي لاول مره بيتعمل ده يا دكتور محمد؟ يعني هو طبعا احنا عندنا في حديقه الاورمان بنحاول ان احنا ننفذ ظهور الربيع، معرض ظهور الربيع، وبنحاول ان احنا ده لسه في مارس بالظبط، وبنحاول ان احنا في الفترات او طوال العام بنحط مهرجانات للسلع اللي بننتجها محليا بكميات كبيره بالشكل اللي يساعد في تسويق هذه المنتجات محليا ودوليا، خصوصا ان احنا مثلا في الجبن احنا عندنا تطور كبير حدث فيها، عندنا تطور كبير حصل في انتاج الالبان، وبالتالي مصنعات الالبان بدات كمان تحظى باهتمام كبير. المعرض اللي موجود ده معروض فقط في جنينة الأورمان؟ بالضبط ده معرض. هل أسعاره مختلفة؟ يعني أكيد لي ميزة طبعا. احنا بنتكلم على مهرجان الجبن ده، احنا ده أولا بيفتح فرصة وبيدي فرصة ان يبقى فيه تسويق مباشر للمنتجات والالبان ومنتجاتها اللي بيتم انتاجها في مصر. احنا عندنا فيها طفرات كبيره، يعني في جبن بانواعها ولا جبنه بيضة بس وجبنه قريش بس؟ كل انواع، هل في لبن، هل في زبادي، كل انواع الجبن، التشيدر ومنتجات الالبان متوفره وكل انواع الجبن. كل انواع الجبن متوفره. ده في جبن حتى كان بيتم استيرادها ما بقتش موجوده في المعرض ده. والله انت لو سيادتك عملنا زياره فيها هنلاقي انواع متعدده جدا من الجبن وهتلاقي حاجات جديده. اسعارها ايه بقى؟ الحاله اسعار بتتفاوت طبعا وفقا لنوع المنتج. لا ولكن اقصد اسعارها ايه طبقا للسوق، مش اسعارها ايه. يعني احنا بنتكلم في قياسا بالسوق اسعار طبعا بتكون اقل كتير من سعر السوق، احنا بنتكلم في حوالي متوسطات من 20-30% اقل من سعر السوق. وكمان ده متاح عندنا في المنافذ اللي موجوده، احنا عندنا اكتر من 273 هي اللي موجوده في المنافذ. طبعا في مهرجان الجبن بنشوف كم اكبر ومن العارضين المتخصصين في الالبان ومنتجاتها واتاحه اكبر ووفره. كلهم مصريين؟ طبعا كل المنتجين منتجين مصريين، الشركات المصرية ومراكز تجميع الالبان المحليه اللي تم انشائها وكل هذه الاشكال اللي بتخدم صناعه الالبان ومنتجاتها. تمام، اشكرك دكتور محمد القرش، اشكرك.